المنافسة بين أفلام موسم عيد الفطر ما زالت قوية، خاصة بعد أن انضم لها فيلم قهوة بورصة مصر والذي تزيل القائمة واحتل المركز السادس في الإيرادات ب 186 ألف جنيه فقط بعد أسبوع واحد من عرضه. الفيلم بتدور أحداثه في يوم واحد على مقهى بورصة مصر، والفيلم بطولة علاء مرسي والذي يشارك في إنتاجه، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم والنجمات. فيلم يعني على مستوى الحب اللي احنا شفناه، بس هو ربنا بيوفق وربنا سبحانه وتعالى عمل حالة كده وربنا كرم فيها. يلا بقى سمعنا جميل. أما فيلم محمد حسين لمحمد سعد فاحتل المركز الخامس بإجمالي إيرادات 4 مليون جنيه بعد 4 أسابيع من عرضه، وبيعتبر هذا الفيلم الأقل إيراداً في تاريخ محمد سعد على عكس فيلم الكنز والذي قدمه العام الماضي، وهو ما علق عليه المنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما بشكل صادم. ممثل ما بيقدرش يستوعب أهمية الأداء وأهمية الموضوع. احنا كان عندنا فيلم متعرض اسمه كنز واحد، محمد سعد كان أداء ومغاير للحاجات اللي متعود يعملها، ده اللي بيجيب شفايف وقفاوي يعني حاجات. ان انا اعمل فيلم بعديها لوحدي ما حدش يجي يشوفه من اول يوم. انت محمد حسين؟ انا محمد حسين. هتوب؟ انا مش محمد حسين برضه. هتوب؟ كما احتل فيلم حملة فرعون المركز الرابع وحقق إجمالي إيرادات وصلت لأكثر من 15 مليون جنيه، وبتعتبر إيراداته ضعيفة مقارنة بتكلفة إنتاجه المرتفعة والتي تخطت 20 مليون جنيه. الفيلم بطولة عمرو سعد وروبي ومأخوذ عن الفيلم الياباني الساموراي السبعة. وما زال رامز جلال بينافس على شباك التذاكر بفيلم سبع البرومبا في أول تعاون بينه وبين جميل عوض، واحتل الفيلم المركز الثالث بإيرادات 27 مليون جنيه. وكان للمنتج فاروق صبري تعليق على إيرادات الفيلم وأداء رامز فيه. عامل إيرادات حلوة رامز وأخوه بأمانة شديدة جدا، من أكثر الفنانين أدبا واحتراما لأنفسهم والآخرين. كما اشتدت المنافسة بين أحمد عز وأمير كرارة، فاستطاع فيلم الممر هذا الأسبوع أن يتفوق على كازابلانكا بفرق 2 مليون جنيه، ولكن ما زال الممر بينافس على المركز الثاني بإجمالي إيرادات وصلت ل 55 مليون جنيه. العمل الفني ما فيهوش الفاز وتناول، لا أنت عملت عمل فني وهو عمل عمل فني وهو عمل فيلم حلو جدا جدا، ويبقى يا رب يبقى أعلى وأعلى من كده بكتير. فهو الموضوع مش مين احسن من مين، بالعكس احنا كلنا بنعمل لصالح السينما المصري. كل واحد نجح وبتعب بياخد على قد نجاح. منافسه لايه؟ للتعب. ما دول تعبوا وكل واحد بيتعب بياخد على قد تعب وقد مجهود. احنا مش هندافع، احنا نهاجم. وما زال فيلم كازابلانكا في الصدارة واحتل المركز الأول بإيرادات 65 مليون جنيه، وأعرب عدد من الفنانين وصناع السينما عن وجهة نظرهم تجاه المنافسة على إيرادات هذا الموسم. بشكل عام كل الأفلام ما فيهاش حاجات كلها حلوة وحاجات كلها وحشة، فيها حاجات حلوة وحاجات وحشة، فكل الأفلام اللي حصلت بلا يعني من غير منقي واحد، انما الممر كان بالنسبه لي الطفهم هو كازابلانكا. الممر فيلم حلو جدا وفيلم هيقرأ في التلفزيون المصري كمان الفتره الجايه، انا شايف ده لان هو يستاهل. رامز عمل مفاجاه يعني، شايف ايراداته عاليه بامانه يعني، فمفاجاه وفيلم لطيف انا اتفرجت عليه برضه على المستوى الشخصي، وهو ده لازم يبقى فيه منافسه زي العيد الكبير. في منافسه رهيبه هتبقى بين اربع نجوم كبار. انا اللي عجبني اكتر الفيلم بتاع احمد عز. الفنانين كلنا مع بعض كده، احنا تيم واحد بنحاول ان احنا نجيب جون اللي هو نعمل فن كويس من غير نهايه، يا احنا يا هم.